الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحفل الكريم، الحاضرون جميعا، الفريق الركن صغير بن عزيز، اللواء الركن أحمد الحبيشي مستشار وزير الدفاع، الشيخ أحمد حسين القردعي، الشيخ ذئاب الوهبي، الشيخ حسين أبو عشه، والشيخ منصور طريق، الشيخ عبد الرحمن الأعذل، والشيخ صادق القردعي رئيس حركة أحفاد القردعي، الدكتور علي عزي مؤلف كتاب الثائر القردعي، مدراء العموم الحاضرون جميعا، نزلتم أهلا ووطأتم هذا المكان المبارك في حفلنا الفني الخطابي بمناسبة الذكرى الخاصة لثورة 48 التي قادها الثائر الشيخ الملهم علي ناصر القردعي. ونحن اليوم نحتفي بهذه الذكرى وأيضا بصدور ديوانه الشعري، وكانت هذا الحفل الفني بتنظيم من حركة أحفاد القردعي وبرعاية اللواء سلطان بن علي العرادة نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي. الأخ الدكتور علي سيف الرمال، أهلا وسهلا بك. بسم الله وعلى اسم الله، بسم الله نبدأ وبسم الله نسير، وإلى الله الملتقى وإلى الله المصير. أولى فقرات حفلنا لهذا اليوم القرآن الكريم، ومع الأخ محمود منصور علي فليتفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. صدق الله العظيم. كلما ولد بطل تنافست الأرض حرية، وفي كل زمان ومكان يولد الأبطال كهدايا القدر، يهبطون من السماء أو يخرجون من شقوق الجبال، يصعدون من أدغال الجغرافيا أو يتنزلون مع السحب الماطرة بالخير والنماء. هكذا تكون بداية ميلاد كل بطل متفرد في قومه، وهكذا كان ميلاد بطلنا الحميري الشهير فارس الصحراء وحامل مجدها الكبير الشيخ الثائر علي بن ناصر القردعي، ميلادا للكبرياء وإشراقة للحرية في ليل الكفاح الطويل. غدا الشيخ علي ناصر القردعي ركنا ركينا في بناء شخصية الأجيال الثورية. كان مسيرة نضال مثيرة للإعجاب، حكاية بطل عابر للزمان، وأسطورة مجد تتناقلها الأجيال، لا نظنها ستخفت أو تموت على امتداد التاريخ بسبب ما حققته في ظل وجود أحفادك أحفاد القردعي الذي أنت ملهم لهم في الحرية والشجاعة.
لم ينسى أحفادك أنك محت لوطن خال من الإمامة، وهم اليوم يسيرون على نهجك ويقاومون مشروعاً إمامياً كهنوتياً حوثياً لن يسمحوا للإمامة أن تعود مجدداً، ما دام وقدوتهم القرداعي الذي انتصر لهم ببندقيته وأوقف عربدة الإمامة. دعونا الآن ننتقل إلى كلمة الترحيب التي يلقيها عليكم الشيخ صادق صالح القردعي رئيس حركة أحفاد القردعي، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاضرون جميعا، الضيوف الأكارم، أحباب وأحفاد ومحبي الشهيد علي ناطر القردعي، جمهوريون ومناضلون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنرتم مارب التاريخ والمجد، وأشعلتم الفرح والسرور في سمائها وأرضها بحضوركم وتدفقكم المهيب. باسم حركة أحفاد القردعي أرحب بكم جميعا كلا باسمه وصفته. وبعد الحضور الكرام، إن احتفالنا اليوم هذا بالذكرى 75 لثورة الدستور التي أشعلها الشيخ علي ناصر القردعي الثائر الشجاع والقائد الملهم والقيل الحميري والفارس الدستوري الذي جسد لنا أبجديات النظام ومعنى الكفاح من 7 عقود ونيف، متحدياً كل الصعاب حتى ظهر برأس الكهنوت في لحظة تاريخية مستحيلة، معيداً الأمل والثقة لشعب يأس من الخلاص، فكان عمله البطولي دافعاً لتفجير الثورة الدستورية المجهضة لعام 1948. والتي كان القردعي المناضل الأول والفاتح لدرب المقاومة والنضال، فتلقف حلمه السائرون على نهجه حتى سطعت شمس ثورة 26 من سبتمبر المجيدة. وبما أن هذا الحفل الذي تقيمه حركة أحفاد القردعي احتفاء وتكريما بسيرته بطولته ووطنيته، ليس بصفتها حركة خاصة بأسرته وأحفاده، وإنما بصفتها حركة وطنية عامة تضم كل الأحرار من مختلف الأطياف والأحزاب والتكتلات السياسية والاجتماعية والثقافية، وتوجه وطني شامل في اللحظة الراهنة التي في اللحظة الراهنة يسعى لتعزيز الدور التاريخي والوطني للقردعي من ناحية، ويطرح علينا جميعاً رؤية وطنية عامة موحدة شمالاً وجنوباً وشرقاً وغرباً بمختلف أطيافنا ومسمياتنا وتشكيلاتنا على امتداد الجغرافيا الوطنية. فالخطر الوجودي الذي يهددنا كيمنيين واحد، ولذا ومن اللازم علينا نبذ الفرقة والتشظي وتوحيد الصفوف والأهداف والمضي في اجتثاث عدو اليمن الأول والأخير الحوثي السلالي. فكل مقاتلينا الأبطال
في شتى الجبهات هم عجينة واحدة، من تعز إلى مارب، ومن الضالع إلى شبوة، ومن الساحل الغربي إلى حجة، وهم أبطال كرامتنا، جميعهم مناضلون في سبيل التحرير الوطن من بلاثين الكهنوت، وهم مصدر فخرنا واعتزازنا لنا جميعا. فطموح اليمني في الجنوب والشمال أو في الساحل الغربي أو في مارب أو تعز أو لحج أو يافع أو الضالع أو شبوة أو الصبيحة، هو خلاص الوطن من العدو الرجعي الكهنوتي بتكاتف الداخل والخارج. الأخوة الحاضرون جميعا، في لحظة مثل هذه اللحظة التي نعيشها جميعا ونحن نذكر سيرة الشهيد الثائر علي ناصر القردعي رحمة الله عليه، لا ننسى ذلك الموقف الذي سجله التاريخ في أنصع صفحاته، وقوف أخوتنا العرب بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة في التحالف العربي، واتخاذ القرار الحازم والحاسم في الحرب، وبذل الغالي والنفيس والجهد والمال وكافة الإمكانيات لديهم مناصرة لنا ولقضيتنا في قتال الميليشيات الإجرامية الحوثية الإيرانية. والخلاصة أنه مثل ما وثب القردعي لدحر الكهنوت كفرد، سنقف باصطفاف وطني واسع من كل جبهات الشرف والبطولة لاستكمال ما بداه بطلنا القردعي. وفي الختام لا يسعني إلا التقديم بباقات الشكر، لا يسعني إلا التقدم بباقات الشكر والتقدير إلى قيادتنا السياسية ممثلة بالمجلس القيادة الرئاسي وكل أعضائه، وأخص بالشكر والتقدير اللواء الشيخ سلطان بن علي العرادة عضو المجلس محافظ المحافظة على جهوده الحثيثة، وكل من عمل على إبراز يومنا بهذه الصورة. الحضور الكرام، من هذا المنبر تؤكد حركة أحفاد القردعي وقوفها خلف مجلس القيادة الرئاسي ودعمها ومساندتها لكل عمل يقوم به المجلس في مواجهة عصابة الشر والخراب، ميليشيات الحوثي الكهنوتية، ونشد على أيديهم في استكمال عملية التحرير واستعادة الدولة. أجدد ترحيبي بكم وأشكر لكم الحضور والتفاعل وتلبية الدعوة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، شكراً للشيخ صالح القردعي على هذه الكلمة. صادق القردعي، عفواً. ثورة 48 الدستورية التي قادها عدد من الأحرار الثوار ومنهم الشيخ علي بن ناصر القردعي، والتي نتج عنها اغتيال الإمام يحيى على يد هذا البطل الثائر. لقد انبثقت شعلة هذه الثورة من قلبه، فقد كان قلبه جذوة لا تنطفئ، لا تنطفئ نارها ولا يبرد حرها. كأنه اليوم هنا عبر حركة الأحرار، حركة الثائر القردعي، يقول لنا ولكل واحد منا هنا: ما دامت تعيش بداخلك تلك الشعلة الوقادة فأنت ثائر حر في مكانك وفي موقعك، كل في مجاله ومكانه، سواء كنت واعيا بصفتك الثورية هذه أم لا. فالأهم هو ما تنجزه، والأهم أثرك في الحياة.
بصمتك الخالدة في جبين الواقع وفي جبين الأجيال. بسم الله، والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد ابن عبد الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. الأخوة القادة والضباط والمشايخ والشخصيات الاجتماعية الحاضرون جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم تاريخي، يوم عظيم، لأننا اليوم نحيي ذكرى الثورة التي أشعلت مصباح الحرية لليمن واليمنيين، والذي قادها البطل الثائر علي ناصر القردعي. وهم اليوم أحفاده كلهم علي ناصر القردعي. أيها السادة، السادات، أيها السيدات والسادة الحاضرون جميعا في هذا اليوم، ونحن نقف مع بطل من أبطال اليمن، لكنه بطل من طراز فريد، إنه الشيخ الثائر والشهيد البطل علي ناصر القردعي، والذي كانت رصاصته هي الشرارة الأولى لإيجاد ثورة 48. أيها الأخوة، لقد كان الشهيد القردعي واحداً من المشايخ والأعيان من أبناء اليمن الذين شعروا بالغبن من كذب وتضليل من قبل يحيى حميد الدين، الذي ظل يحرض اليمنيين على قتال الأتراك من أجل نفسه وليس من أجل اليمن واليمنيين وحريتهم. كان يعدهم بغد أفضل، وعندما خرج الأتراك من اليمن عام 1948 قلب يحيى حميد الدين لأبناء اليمن ظهر المجن، ومارس ضدهم كل أشكال التعسف والإذلال ومصادرة الأموال وتحويل كل ما بناه الأتراك من مستشفيات وكليات علمية مختلفة، حولها إلى قصور خاصة به، مثل المستشفى الكبير في صنعاء الذي بناها الأتراك في صنعاء بمنطقة التحرير، والذي حوله يحيى حميد الدين إلى قصر خاص به وسماه قصر السعادة، وحول الكثير من المنشآت إلى سماسر خاصة بالمسافرين والدواب على حد سواء، فتح السجون وأغلق المدارس واتبع سياسة تجهيل هذا الشعب الأبي، وتخلص من كل الذين ساندوه إثناء سعيه لحكم اليمن وقتال الأتراك. كلف يحيى حميد الدين الشيخ علي ناصر القردعي بالتوجه إلى شبوة في عام 1938 لمواجهة الإنجليز هناك، ووعده بالدعم، وفعلا توجه الشيخ القردعي ومعه 500 مقاتل، واستطاع بالتعاون مع القبائل هناك السيطرة على الموقف، غير أن الاحتلال البريطاني كان بمحاصرته مع قواته وكادوا يموتون عطشا، ولم يصله مدد من يحيى حميد الدين، بل طلب منه الانسحاب. وعندما توجه القردعي ومن معه إلى منطقة حزيز يوم الثلاثاء 17 فبراير 1948 في انتظار وصول الإمام يحيى، كان القردعي ومن معه يحملون طموحات شعب يرفض العبودية وحكم الكهنوت. فكانت الرصاصة التي وجهت إلى صدر الطاغية يحيى حميد الدين هي الشرارة الأولى لقيام ثورة 48، ورغم سقوطها بعد 21 يوما على قيامها وسيق معظم رجالها إلى السجون وساحات الإعدام، إلا إنها حركت المياه الراكدة، وأعطت رسالة للعالم أن هناك شعب
في أقصى الجزيرة العربية بات تاريخ عريق يرفض العبودية ويعشق الحرية. وبعد 7 سنوات من فشل ثورة 48 وفي الوقت الذي اعتقد فيه الإمام أن جذوة الحرية قد انطفت عند الشعب اليمني قامت ثورة 1955 في تعز. ورغم سقوطها وبعد 7 أيام من قيامها فقد أعقبها انتفاضة القبائل عام 1950، وبعدها ب3 سنوات قامت ثورة 26 من سبتمبر الخالدة 62. وها هي الإمامة اليوم تطل بقرونها من جديد بدعم إيراني فارسي وتريد أن تعيد عجلة التاريخ إلى الوراء. فهيهات هيهات، اليوم أصبح في قلب كل واحد من أبناء اليمن علي ناصر القردعي. فعهدا علينا نحن أخوانكم في القوات المسلحة والأمن أننا لن نخذل هذا الشعب، وسنسير على ما سار عليه أبطالنا القردعي ورفاقه الذين قدموا التضحيات العديدة خلال معاركنا الوطنية حتى يومنا هذا. رحم الله البطل الشهيد الشيخ علي ناصر القردعي، ورحم الله كل الشهداء الذي سقطوا على درب الحرية في وجه الإمامة وفي كل مكان من وطننا اليمني الكبير. أيها الأخوة، إن اليمن يحتاج أن نكون كلنا علي ناصر القردعي. إن الحرية والعدالة والمساواة والحفاظ على الكرامة يحتاج إلى تضحية. لن نخرج بيمننا إلى بر الأمان وإلى تحقيق الأمن والاستقرار ما لم يكن هناك رجال مثل علي ناصر القردعي ومن تبعه ومن تبعه. ونذكر من الرجال الصادقين من تبعه في هذا العصر الحديث حميد القشيبي وعبد الرب الشدادي والوايلي والحرملي والرئيس السابق علي عبد الله صالح رحمه الله ورحمهم الله جميعا، وكذلك رفيق دربه عارف الزوكة. مهما بذلنا من تضحيات من أجل أن ينعم شعبنا وبلدنا بالأمن والاستقرار فهي رخيصة مقابل الحرية والكرامة والعدالة. سنمضي جميعا ونحن كلنا علي ناصر القردعي حتى يتحقق النصر لليمن واليمنيين مدافعين عن الحرية والكرامة، عن اليمن، عن المنطقة، عن الإنسانية. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتمنى من رئيس هيئة الأركان العامة الدكتور صغير بن عزيز أن يبقى معنا في المنصة لتكريمه من قبل رئيس الحركة. رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الركن صغير بن عزيز، نتمنى رئيس حركة الثوار الأحرار القردعية تفضل الشيخ صادق القردعي لتكريم الفريق الركن الدكتور صغير بن عزيز رئيس هيئة الأركان العامة. إذن مستمرون معكم حفلنا الكريم في عرض مقطوعة الريبورتاج لحياة الثائر علي ناصر القردعي.
ظلت اليمن لقرون غارقة في الصراعات المنبثقة في الداخل أو مطمعا لقوى الاحتلال من الخارج الشمال والجنوب حتى مطلع القرن العشرين، حيث تملك أمرها في النهاية الإنجليز جنوبا وبيت حميد الدين شمالا بعد طرد الأتراك منها. ولم تختلف أساليب الحكم المتخمة بالظلم والقهر بين المحتل الخارجي والمحتل الداخلي إلا في التسمية، لكن النتيجة واحدة تمثلت بحياة البؤس والجوع والنفوذ واستغلال الأرض والإنسان بكل الطرق والوسائل الممكنة. وفي خضم هذا التاريخ البائس والمصير القاسي، كان لابد أن تضمر جغرافيا اليمن في جيناتها فارسا وطنيا ومنقذا من طينتها ينتشل اليمن من وجودها المختطف ويستعيد ملامحها من براثن الضياع. ولم يكن في متخيل الطغاة تصور أن اليمن ولادة بالفرسان وعلى أيديهم سيهدم ملكهم ويزول ليلهم المعتم بانبثاق فجر مختلف يرتدي تلميحات الفرج وتباشير النصر، فجر يزهو حاملا في طياته بشرى ميلاد بطل ملهم سيكون فاتحة التاريخ اليمني المعاصر. في أقصى الشمال حيث المجد يترجل والتاريخ يشمخ، كان بزوغ الشبل المرادي علي ناصر القردعي في العام 1885 في مديرية رحبة إحدى مناطق قبائل مراد لتبدأ سيرة بطولية زاخرة بالتفرد ومليئة بالحكايات قادته منذ صباه لتزعم قبيلته إبان وفاة والده عام 1925. تزخر سيرة القردعي بالكثير من القصص والحكايات، من أبرزها مقارعة الوحوش حين تجرأت على الحوار ولد ناقته مواجها النمرة بندية ظفر بإحداها وحمل رأس الآخر على ساعده لتشهد القبيلة بشجاعته ورباطة جأشه وذوده عن قطيعه وماله. لم تقف شجاعته عند هذا الحد، فقد عرف عنه حبه لبندقيته، فكان متوشحا لسلاحه كثير الغيرة عليها لا يجرؤ أحد على المساس بها، فمهابتها جزء من مهابة فارسها، ولم يتخلى عنها في ترحلاته، فقد عبر بها حدود اليمن مؤديا فريضة الحج وهي بحوزته، فاستحسن الملوك فروسيته، إذ يحكى أن الملك عبد العزيز آل سعود أبرق لحراس الحدود اترك القردعي يدخل مع بندقيته، ولم يكن أحد يتخيل أنها ستضع اسمه في الصفحة الأولى من التاريخ. ولأن سيرورة القردعي مثيرة للدهشة فقد تناولتها الألسن وتناقلتها الأسماع حتى توالت أخباره إلى مقام الإمام يحيى حميد الدين مستفزة غيرته، فما كان منه إلا أن اختلق الذرائع والحيل التي ستمكنه من إيداع القردعي في السجن فنال مراده منه. لكنه كان يجهل ردة الفعل القردعية وغضبه. خرج القردعي من السجن متحديا جبروت الإمام فبلغ مسقط رأسه رحبة ومنها إلى يافع، فكان فعله ذلك باعثا للريبة والتوجس عند الإمام وفتح الباب عليه بالهواجس والنهايات. بعدها لم تقتصر خطورة القردعي على الإمام فحسب، وإنما شكلت تهديدا وقلقا للإنجليز، حيث قام القردعي بشن عدة غارات مباغتة على محميات الإنجليز في الجنوب، تارة حين يكون مدفوعا من تلقاء نفسه كسعي للخلاص من المحتل، وتارة أخرى بإيعاز من الإمام، وفي الحالتين كان يظفر بالنصر بخططه الحربية القردعية التي أذهلت الأعداء رغم فارق التفوق. وكانت حنكته كفيلة بإخراجه من أقصى الظروف كإيهام العدو بكثرة رجاله ومدده المتواصل، حتى دفع الإنجليز للاستنجاد بالإمام منه حينا وإرسال وفودهم إلى القردعي حينا آخر. ساعتها تكشفت لدى القردعي حقيقة تخابر الإمام مع الإنجليز ليفضحه أمام الملأ، وكانت هذه الحقيقة دافعة به أن يقرر التخلص من الطاغية إلى الأبد، رغم أن إغارته على الإنجليز بلغت حد اختطافه لطائراتهم.
وحين بلغت شجاعة القردعي أوجها فهو لم يخش منازلة الوحوش الضواري، استهوته وتنازعته فكرة القضاء على المستبدين والطغاة لتستنجد به صنعاء وتلوح له بالخلاص من طاغيتها الكهنوتي، ليعزم بعدها على ترك مراد والاتجاه صوب صنعاء، ليشهد له التاريخ في العام 1948 بأنه الرجل الذي انطلقت من بندقيته الرصاصة الأولى التي أردت الكهنوت صريعا وخلصت الشعب من أغلاله، وتوالت عزيمته حتى تكللت ثورة 26 من سبتمبر يوم الميلاد الجمهوري العظيم. وكانت نهاية الملحمة القردعية دليلا على تفرده في النضال وكفاحه من أجل وطنه، فبعد صموده الأسطوري بجبل نقم نفدت كل المؤنة واستشهد رجاله وقل الصحب من حوله، قرر العودة إلى مراد وفي خولان خانته الوجوه، فأعطي وجوه خائنة غادرة. حينها استشهد الشيخ الثائر والبطل الجسور مقبلا غير مدبر، ارتوت الأرض بدمائه الطاهرة فأنجبت. نعم، لقد أنجب الثوار 26 من سبتمبر ثورة الجمهورية التي ما كان لها أن تكون لولا تلك الرصاصة القردعية. فاستشهاد القردعي ليس موتا، فالأبطال لا يموتون، وتاريخ الشيخ الثائر والشهيد الملهم ما زال يقرأ، وأحفاده ماثلون هنا وسائرون على دربه، ليس بمفردهم وإنما شعب بأكمله يقتفي نفحات من مجده ويتمنى أن دماءه الطاهرة تسري في عروقه حمية وحرية وكرامة. فكلنا أحفاده ومن نسله، وإن عادت الإمامة أشد قبحا فأحفاده هنا أشد بأسا وقوة، أحفاد الشيخ الشهيد علي ناصر القردعي. فكل يمني حر هو حفيد الشهيد البطل، وهو ابن الكرامة والحرية والشهامة والرجولة. رحم الله شهيد الشيخ الثائر علي ناصر القردعي. تشوفوا هذا الكتاب؟ أوكي. طبعاً شكل هذا الكتاب الحائز على جائزة الأوقاف والإرشاد للبحث العلمي في طبعته الأولى، وهذه الطبعة الثانية التي تضم بين دفتيها الإصدار الأول للديوان الشعري للشيخ علي ناصر القردعي كاملاً ومحققاً من مضانه. إن هذه الدراسة وهذا الكتاب الذي قام بتدوينه المؤلفان الدكتور علي عزي وأيضاً الدكتورة أمل الزمر، يعتبر من أوفى الدراسات التاريخية والفنية في مجالها، وقد اتسمت بمنهجية علمية رصينة وبمضمون علمي واف وشامل. ولن نكون مبالغين إذا قلنا أنها الدراسة الوحيدة حتى الآن التي أعطت الشهيد القردعي حقه كما يستحق، متناولة تفاصيل وأبعاد كاملة ومحققة من مصدره. ولم يكن هذا إلا لأن كاتبيها على قدر عال من المعرفة الأدبية والثقافية، كما هما كذلك على مستوى المنهجية العلمية، ونادرا من يجمع بينهما. ننتقل الآن إلى كلمة المؤلفين يلقيها عليكم الدكتور علي عزي مؤلف كتاب الشيخ الثائر والشهيد الملهم علي ناصر القردعي، دراسة في الأبعاد البطولية من حياته وشعره بما فيها ديوانه الشعري.
اللواء الركن أحمد الحبيشي مستشار وزير الدفاع، العميد الركن عبد العليم حسان رئيس اللجنة الطبية العسكرية، البروفيسور علي سيف مبارك الرمال نائب رئيس الجامعة، المشائخ والأعيان، الوجهاء والقادة، الأكاديميون والإعلاميون الحاضرون جميعا، تحية طيبة تليق بكم وبسمو شموخكم ونبل أهدافكم. صباح استثنائي مهيب، صباح خالص لوجه الحرية، صباحنا اليوم صباح ثوري نضالي فكري أدبي، هويته الثورة الدستورية، وشخصيته الشيخ الثائر والشهيد الملهم علي ناصر القردعي، وأيقونته الرصاصة القردعية التي أنقذت اليمن من عهد مظلم ظل جاثما لقرون طويلة. هذه الرصاصة لم تكن لولا جهود حثيثة في التوافق والصلح ولم الشمل واتحاد القوى وتقارب الرؤى وتوجه المصالح نحو التسامي الذاتي والجماعي والنهوض بالوعي الشعبي لتتكلل برصاصة قردعية قمعت التيه الإمامي البغيض، فكانت الحدث الأعظم الذي فتح باب الثورات مشرعا. الحضور الكرام، يعلم الجميع كيف بدأت الطموحات تتراجع خطوات على مسافة قريبة من آمال الشعب بالخلاص في لحظة تاريخية مثقلة بتوالي السنين التي تقزم فيها كل حلم وأحجم فيها كل تقدم. انحدرت اليمن إلى عتمات الجهل والظلم والعبودية وتدنت إلى أقصى مراتب الجهل، وقد كانت قبلة الحضارة الإنسانية ومهبط الدستور الحضاري. وفي مشرق الشمس ومن بين أعمدة سبأ حيثما مراد، قدم الشيخ علي ناصر القردعي بطلاً جسوراً، فمضى بخطاً واثقة العزيمة والثابت الإرادة نحو النصر، مسرجاً خيل الثورة من مراد إلى صنعاء. لقد أنهضه الحق ونادته البطولة وتقدمت به الرجولة، فكان الشيخ والبطل والقائد الشاعر والثائر الشهيد. الحضور الكرام، نحتفي اليوم بشخصية القردعي كملهم ثوري تفاعل تفاعلاً نضالياً مع كل ما يجري من حوله، ولا يمكن للمرء أن يتجنب فكر الثوار ووعيهم قبل سيرهم ومواقفهم، فالمواقف هي نتاج الفكرة والوعي بالواقع. وينبغي ألا نقف عند سرد مآثر ومناقب الشيخ علي ناصر القردعي في إطار ذكريات الثورة ومذكرة النضال، وإنما ينبغي أن نستلهم الموقف وأن نعي الدرس ونسعى في الطريق ذاته. الحضور جميعا، دعونا لا نتحدث عن الثورة كماض ولا عن الثوار كنجوم أتوا من السماء على بيارق المستحيل، إنما هم أناس عاديون مثلنا، لكن عزتهم وإرادتهم وأمجادهم تفوق النجوم في السماء علوا وشموخا. دعونا لا نتحدث عن ثورة طالما الفكر الثوري غائب، طالما الشعب بكل أطيافه مغيب وعيا وغافل فكرة. من هنا تأتي أهمية هذا الكتاب بشخصيته الفذة الملهمة، الذي يوقظ الهمم ويبعث العزائم ويستنير به الضائع في متاهات المهاترات والنزاعات التي أطالت أمد الصراعات ولا حل يلوح في الأفق. الحاضرون جميعاً، إن كتابنا هذا سفر من تفاصيل حياة الشيخ علي ناصر القردعي ومواقفه الوطنية الخالدة وشعره الوقاد. وإذا كانت رصاصة القردعي قد وضعت حداً لعربدة الإمام، فإن بصمته الثورية واضحة وأثره الفكري باق. أن يولد الكتاب مرتين لهي لحظة هي الأكثر اعتزازاً وفخراً بالنسبة إلى باحث ووطني غيور. كنا قد وعدناكم في العام الماضي في حفل فوز هذا الكتاب بجائزة وزارة الأوقاف والإرشاد للبحث والتأليف بأن نبذل كل جهودنا لكي نجمع ديوان الشيخ علي ناصر القردعي كاملاً ومن مظانه وبإشراف آل القردعي، ووفينا بالوعد
وها هو ديوانه كاملا بين أيديكم. لقد صرفنا قلمنا وجهدنا ومنحنا كل وقتنا في جمع الديوان وتدوينه وتحقيقه ونقله إليكم، وحققنا الوعد اليوم لنحتفي اليوم بالإصدار الأول للديوان، ولم يكن لنا ذلك لولا أحفاد الشيخ علي ناصر القردعي، وعلى رأسهم رئيس حركة أحفاد القردعي الشيخ صادق القردعي الذي كان له الدور الكبير في المتابعة والتخطيط ومتابعة التنفيذ. الحضور الكرام، إن التحدي اليوم هو أن نقف ثابتين أمام التخاذل الفكري والتغافل المقيت. التحدي هو أن نكون هنا وأن يكون الكتاب بين أيديكم للمرة الثانية، وقد آمن به كل من طالع صفحاته واعتنق رؤاه وتمثل شخصيته حتى انتهت الطبعة الأولى لتأتي هذه الطبعة الثانية التي بين أيديكم مضافاً إليها الديوان. إنها للحظة مهمة أن يشهد هذا الحضور العظيم ولادة الكتاب للمرة الثانية، فإعادة طباعة هذا الكتاب لهو حدث يعيد الاعتبار للحقيقة وينتصر للفكرة الحية والوعي اليقظ الذي يستمد حيويته من الرموز البطولية الثورية. وقد كنا على قدر كبير من المسؤولية والوعي باللحظة الراهنة، ونحن ننقل هذا الوعي الثوري الذي حمله القردعي بتضحياته الجسيمة تجاه الوطن، وكلنا يعلم أن هناك تعمدا كبيرا في طمس هوية القردعي الثورية وتغييب نضاله الكبير الممتد على امتداد جغرافيا اليمن وتقزيم دوره في اقتناص رأس الكهنوت. فمواقف الشيخ القردعي لاقت الكثير من التهميش والإهمال على مر السنين السابقة إلا من بعض الجهود، ولم يكن يعلم الكثير أن الشيخ كان بركانا ثائرا في شمال اليمن وفي جنوبه أيضا، وكان الأولى أن تتصدر شخصيته المشهد العام والمناسبات المختلفة، وأن تسجل في السطور الأولى في كتب التعليم ومناهج الدراسة لتمتد في رحاب الثقافة، وأن تنتشر في ربوع التحرير الوطني والفكري والثقافي. ومن هذا المنبر ندعو كل المؤسسات الحربية والتعليمية أن تعتمد المسار النضالي للشيخ القردعي بسياسته الحكيمة ومخططاته الحربية، سواء في صراعه مع بيت حميد الدين أو مع الإنجليز. ندعو أن تعتمد مخططاته منهجا في كلياتها الحربية ومعاهد تخريج الضباط قدوة مثلى لهذا الجيل، وليعلم حجم رجل يوزن بمعايير العظمة وموازين الأوطان. أيها القادة الأبطال الحاضرون جميعا، قبل الشروع بتوجيه الأوامر بالتوجه إلى جبهات القتال، ينبغي الشروع بالأمر ذاته إلى الاحتفاء بالفكرة والإيمان بالذات، وهنا يأتي النصر. ينبغي أن تكون أولى التوجيهات اقرأ كي تعي فتثور وتنتصر. إنها ثورة الوعي قبل أن تكون ثورة بندقية. هذه هي ثورة القردعي التي احتفى بها هذا الكتاب، وجاهدنا كثيرا حتى يكون بين أيديكم دون تزييف أو تشويه أمام تلك الحملات الشعواء لطمس الحقيقة والانفلات من الواجب الوطني في زمن تغتال فيه الكلمة وتغلق أفواه الحقيقة. وفي الختام، شكرا سلطان مارب وحارس الجمهورية، شكرا سلطان مارب وحارس الجمهورية ورجل النضال الذي وجه بطباعة الكتاب في طبعته الثانية.
الشكر والتقدير لحركة أحفاد القردعي ممثلة برئيسها، كل التبجيل لكل من أمدنا بقصائد ديوان الشاعر الشيخ علي ناصر القردعي وبكثير من أخباره التي نطالعها لأول مرة. ولولا تعاون حركة أحفاد القردعي ورعايتهم للطبعة الثانية لهذا الكتاب لما كان هذا الديوان بين أيديكم. كل الشكر والتقدير للزميلة أمل قاسم الزمر التي تقاسمت معها عناء هذا الجهد الذي بين أيديكم، وقدمت في سبيل إنجازه ونجاحه الكثير من الوقت والجهد. نهدي هذا العمل العظيم إلى روح الشيخ الشهيد علي ناصر القردعي وإلى كل حر ثوري جسور عبر مرحلة العتمة والحيرة إلى فضاءات اليقين الواسعة، موقناً أن الحياة ليست باللحظات وإنما بالمواقف. وإلى الأبطال الذين يرتقون نجوماً مضيئة في جبهات القتال حتى يشرق هذا الوطن. وعوداً على بدء، لا شك أن كل حرف في هذا الكتاب ثروة لأي مكتبة وغذاء لكل فكر وقبلة لكل مثقف. إن القردعي وغيره من أبطال اليمن لا يمكن أن يحيط بسيرهم كتاب أو تسع مواقفهم العظيمة مكتبة. وهنا ما يزال الباب أمام الباحثين مشرعا للكتابة والبحث عن جوانب الشخصية ومواقفها العظيمة. وقد جمعنا لكم شعره ليكون مصدركم للتعرف عنه فكرا وإنسانا. وفي الختام أوجه كلمة إلى كل باحث عن الحقيقة أن يجرد قلمه للحقيقة، أن يجاهد في الدفاع عن الفكرة قبل الشخصية، أن يكون على قدر كبير من المسؤولية ليقدم ما يليق بماضينا الشامخ شموخ جبال مراد ونقم وردفان. وحسبنا أن قدمنا ما يليق بالشيخ الشهيد علي ناصر القردعي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نشكر الدكتور علي العزي والدكتورة أمل الزمر على هذه الدراسة، الشيخ علي ناصر القردعي دراسة في الأبعاد البطولية من حياته وأيضا الديوان الشعري له. الشيخ العجي الطالبي، الشيخ فواز الجمعي وكيل محافظة إب، العميد الركن علي عمار الجائفي قائد اللواء 14 مشاة، العقيد غمدان القادري قائد أمن محافظة إب. الحضور الكريم، أهلاً وسهلاً بكم من جديد. جميعنا نعرف ما يقدمه الفن خلال الثورات التاريخية، سواء ثورات 48 الدستورية وأيضاً ما تلاها من ثورات حتى ثورة 26 من سبتمبر، صور نضال وصور للتحرر من النظام أو الإمامة، وبذلك المساهمة في الدفاع نحو التحول الديمقراطي، وهو الهدف المشترك الذي ينفجر لأجله الشارع العربي. وكما أن الفن يعتبر محطة للتنفس عن الصوت المكبوت داخل الفنان الذي لم يجد الفرصة التي تتيح له التعبير عن ما يجول بخاطره، قد يكون له دور كبير في صناعة الثورات. وهذه هي الحقيقة، أن الكلمة هي التي تصنع الثورة. دعونا الآن الحفل الكريم ننتقل إلى الفقرة الفنية للفنان محمد ناصر التيس. ليلة عرحبتك
وجدك يا قايد وسيدك يا عمار قويش مقصودة نزاري العساري ما سيدك لحد باقيت ولا الجرادة من الفكرات مفقودة يدري اني عمت الشمخ الحسد من حيث تسبح ديار الحرب موجودة وشدك يا قايد وسيدك في أماركم وش مقصودة الليلة أرحبت وشدك يا قايد وسيدك في أماركم وش مقصودة سار لا سار ما سيدك لحد باقيت ولا الجرادة من المجرات مفقودة شامخ الحاسد لحد صبحني يا ور الحرب موجودة ولا خطعنا ليدي عطف ركب حاشد فرحب وخولاني والجوفين والسودة هنا غيري ما حد منكم ناشد في مربط المهر عشر ايام معدودة تقيل ذي حليت في الشمخ الكايد بين اخوتي كل رامي لزر بعودة تقيل ذي حليت في الشمخ الكايد بين اخوتي كل رامي لزر بعودة علي قرد عدي فمن جنبه البارد ومن قصدهم منع لا كلمة جودة ومن وصلهم في يمسي منهم شارد والهاشمي هيبته في الشرق مفقودة ومن وصلهم في يمسي منهم شارد والهاشمي هيبته في الشرق مفقودة من بطشان أبطالي يا كم من عساد مارد من اعترضهم فيه يلبج بكل مودة دعينا فيجان الفرد والرايد مراد الأبطال ذي في الحد ممدودة البريطان ذي جا جيشهم سايد والعود هو ينكسر لا داخل دودة غزوا يمنا يريدوا خيرنا الواجد وحنا وخيراتنا ذا الوقت محسودة نجمع شورنا واحد على النصارى وكابتنهم ونمرودة لو في السلاطين نجمع شورنا واحد
على النصارى وكافرهم ونمرودا لو عدن والميكلا واليمن راقد والجيد يرفض يده حج الحنقودا لو عدن والميكلا واليمن راقد والجيد يرفض يده حج الحنقودا علي عري من الطعيل الخريط غزل واحد كمان للجيد من جودة من عرى الأبطال دي تاريخهم وارد من الدول يوميدا وعمل حرب محجودة تاريخهم وارد من الدول يوميدا وعمل حرب محجودة على عمود الحرايب والله الشاهد ومن يكذب فيا ريعه ومنقودة على عمود الحرايب والله الشاهد ومن يكذب فيا ريعه ومنقودة الحفل الكريم الحاضرون جميعا لن ترى الدنيا على أرضي وصية هذه من كلمات النشيد الوطني لا أذناب الإمامة لن ترى الدنيا على هذه الأرض الطاهرة وصيا ولا كهنوتيا علينا أن نتذكر كل الشهداء الأحرار الذين ضحوا بدمائهم وأرواحهم في سبيل العزة والكرامة كالثائر القردعي والهندوانة والزبيري وغيرهم ممن هندسوا هذه الثورات ثورة الرابع الثامن والأربعين التي كانت الخلاصة والبداية لمشوار وولادة فكر الهوية الوطنية والتي حددت ووحدت كل الجهود أيضا بنت وبينت أن مقارعة الإمامة الكهنوتية لا تكون فقط بالاحتجاجات والمطالبات ولقد كان أيضاً للمرأة دور كبير وبارز في كل الثورات اليمنية مساندة لأخيها الرجل في كل المحطات في القضاء على الإمامة الكهنوتية نبقى الآن مع كلمة المرأة ومع الدكتورة لمياء الكندي مؤلفة كتاب الكهنة فلتتفضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحية طيبة للحاضرين جميعا الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد تسليما كثيرا وبعد الحاضرون جميعا والحاضرات إنه من دواعي سروري أن أشارك في هذا الحفل الخطابي والفني وأن ألقي عليكم كلمتي باسم المرأة المرأة التي ظلت لقرون طويلة من تاريخ هذا البلد مغيبة ومنتزعة الحقوق في الحياة الكريمة والعادلة قرون طويلة من البؤس والحرمان والشقاء والمعاناة عاشتها المرأة اليمنية في ظل سلطة الكهنوت الإمامية التي أجهضت حق المرأة والرجل على حد سواء فكان الجهل والفقر والمرض هما سبل العيش الذي يطغى على حياة اليمنيين وواقعهم الإخوة والأخوات لقد فطن اليمنيون بالأمس القريب واليوم الحاضر بل واستشرفوا آفاق المستقبل من قاعدة الرفض والثورة على الواقع الكهنوتي المرير الذي حاول كهنة البيت السلالي تطبيعه على حياة اليمنيين فكانت الثورة هي الملاذ لاستبدال حياة العبودية القهرية بقيم العدالة والمساواة والجمهورية كان اليمنيون واليمنيات يدركون حجم المخاطر
التي تترتب على ثورتهم ضد النظام الكهنوتي الغاشم، وهي ذات المخاطر التي يواجهها أحرار اليمن وحرائره اليوم في ظل سلطة الانقلاب الحوثية المتمردة. واسمحوا لي من خلال هذه الفعالية الوطنية التي تؤرخ لأهم رجالات ثورة 17 من فبراير المجيدة، الثائر الشهيد علي ناصر القردعي شيخ أحرار اليمن. اسمحوا لي أن أعدد عدداً من بعض الجوانب المظلمة من معاناة المرأة اليمنية. أخت الرجال وابنة الأرض وهامة المجد والعفاف، فقد لحقها من الذل والقهر والتشريد واللجوء والاعتقال والتعذيب على يد الميليشيات الانقلاب الحوثية ما لم يلحق نساء اليمن وماجداته عبر العصور قاطبة. فكانت المرأة وما تزال ضحية هذه الجماعة الإرهابية التي لا تعرف أصول التعامل مع المرأة، لا دينياً أو قبلياً أو مجتمعياً. لقد كان دعاة الفكرة السلالية التسلطية وما زالوا يمعنون في إهانتها وتجييرها لتكون أمة خاضعة وبطنا ولادة لخدمة مشاريعهم التدميرية وعسكرة كل أفراد المجتمع لصالحهم. الإخوة والأخوات، إننا اليوم من مأرب العز والمقاومة، ومن خلال هذه الذكرى المجيدة نبعث إلى العالم رسالة المرأة وصوت المرأة اليمنية بأننا لن نكون إلا ماجدات وإكليلات، ملكات في بيوتنا، نشارك في الحياة العامة ونصنع التحول والتغيير. نحن أخوات الرجال وشقائق الأحرار في درب كفاحهم المستنير حتى تعود لنا جمهوريتنا ودولتنا العادلة. الإخوة والأخوات، إن الطريق الذي قررنا أن نعبر من خلاله إلى الحرية والكرامة هو طريقاً شقه لنا كل أحرار اليمن من مكاربة وأقيال ومشائخ وملوك وملكات حكمنا وأخريات افتدينا حياتهن لهذه الأرض. الإخوة والأخوات، إننا اليوم وفي هذه المناسبة نستشعر عظمة المسؤولية التي كلفنا بها آباءنا الكبار في عدم التسليم بالأمر الواقع أو الرضوخ لسلطة المستبد السلالي. لقد قالها شاعرنا الثائر عندما قال: إن قام يحيى با يقوم القردعي، وكل أسرة با تقوم جدها، ونعاد آل البيت الألمعي نشوان حارس لبلادي مجدها. باختصار، لن نترك البلاد لكم أيها الإنقلابيون السلاليون، فكل امرأة منا هي جهاد الأصبحي وختام العشاري وأصيل الدودحي، مثلما كل رجل منا. باختصار، لن نترك البلاد لكم أيها الإنقلابيون السلاليون، فكل امرأة منا هي جهاد الأصبحي وختام العشاري وأصيل الدودحي، مثلما كل رجل منا هو علي بن ناصر القردعي وعلي عبد المغني ومحمد محمود الزبيري. والأسماء كثيرة بعدد أيام وسنين المعاناة التي كان ينبثق من خلالها ضوء الحرية والكفاح. الإخوة والأخوات، كم هو جميلاً ومهماً ونحن نعيش معاناة آبائنا وأمهاتنا وندفع ثمن التزييف والحكم الكهنوتي المستبد أن نستشرف لحظات التاريخ والبطولة والكرامة لثورة الدستور وثورة سبتمبر وأكتوبر، وأن نحتفي بذكرى الثورة المسلحة الأولى ضد الطغيان الإمامي. حقاً لنا أن نحتفي بهكذا ثورة وبهكذا تاريخ وهكذا نضال. إنه يوماً مشروعاً للاحتفال بشيخ شهداء اليمن قاطبة الشيخ علي ناصر القردعي
وأن نستعيد ذاكرة النضال وأن نجدد عهدنا له ولكل أحرار اليمن بأننا لن نكون غير ثورة في وجه كل مستبد وطاغي مهما كلفنا ذلك. المجد والخلود لشهداءنا بالأمس واليوم، والنصر طريقنا، والحرية والدولة بابنا المفتوح نحو استعادة دولتنا، ودمتم بخير. إذن شكراً للدكتورة لمياء الكندي مؤلفة كتاب الكهنة. الشيخ علي ناصر القردعي إلى جانب كونه بطلاً وثائراً وطنياً كان شاعراً أيضاً، تضج أشعاره بالحماسة وتكشف عن موهبته وشخصيته وتفكيره. قال عنه الأستاذ مطهر الإرياني: كان شهماً أبياً شجاعاً، قاوم حكم الإمام يحيى ثم شارك في قتله، حيث كان في مقدمة من يجيد ويحكم القصيد وهو الشعر القبلي. هذا هو القردعي، شاعر ريفي موهوب يعيش قضايا عصره وهمومه، لا يهرب من واقعه الخاص، ومع ذلك فهو لا يضرب بقضايا الوطن عرض الحائط. إن قصائده تسجيل للواقع، وللحكمة في شعره مكان بارز وصوت مسموع. وبهذا دخل القردعي صفحات التاريخ من بابين هما باب الشعر وباب البطولة، التي أدت إلى استشهاده في مواقع القتال لأنه رفض الاستسلام فقاتل حتى آخر رمق كعادته في كل المواقف. فكانت الشهادة ثمرة عملين ضد المستعمر وضد المستبد. دعونا الآن ننتقل إلى قصيدة شعرية يلقيها عليكم الشاعر علي أبو هويدة، نائب مدير مكتب الثقافة في محافظة ذمار، فليتفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم جميعاً، كما لا أنسى أني أحد أحفاد القردعي رحمه الله. قال: سلام الله يا أحفاد الشهيد الشاعر الثائر علي بن ناصر المقدام قايد ثورة الدستور، سلامي قردعي للجد وأحفاده من الآخر أزفه وارفعه لأحفاد قايد مذحجي مشهور علي ناصر، ومن في الناس ما يعرف علي ناصر ولد مسعد عباد القردعي الثائر الهيسور. علي ناصر ومن في الناس ما يعرف علي ناصر ولد مسعد عباد القردعي الثائر الهيصور، ذي يتحدى الأسد في معركة فعلا أسد كاسر وساعه في عراكه، عاد منزل والده منصور ومش ذا الموقف اللي كان لابن القردعي نادر، ولكن كم مواقف قردعية في حياة الفارس المذكور. مدى فترة حياته شهم ثائر حر ومغامر، مناضل ما تحمل ضيم مستعمر ودكتاتور، مناضل ما تحمل ضيم مستعمر ودكتاتور. سلوا بيحان شبوه أشعم الجدي علي ناصر مع المحتل، كيف لقى ملك لندن بدون شعور؟ نعم خلاق والمحتل في أرض اليمن خاسر، ومن شبوه رحل جيشه من الثائر علي مذعور. ومثل يوم في 17 من شهر فبراير نخع راس الإمامة الإمامة في صباحها يا صباح النور. ومثل يوم في 17 من شهر فبراير نخع راس الإمامة في صباحها يا صباح النور. صباح النور يا صنعاء ومخ الكلب متناثر بطلقة قردعية في جبين الكاذب المغرور، من أيدي قردعي رامي لصيده محترف ماهر، تصيد يوم لاح الصيد من جرم البناناظور. من أيدي قردعي رامي لصيده محترف ماهر، تصيد يوم لاح الصيد من جرم البناناظور. أخذ ثاره وثار الشعب من دجال متخابر، مع حلف النصارى في عدن والقاتل المأجور. هنا سجل أحفاده هنا سجل أحفاده هدف ماسي على الطاير،
وذكرى قردعيه ناصعه أفضل في تاريخنا محفور، ستبقى هذه الذكرى نعم في القد والحاضر، لأحفاد الشهيد الحر لا ما ينفخوا في الصور. ستبقى هذه الذكرى نعم في الغد والحاضر لأجيال الشهيد لأحفاد الشهيد الحر لا ما ينفخوا في الصور. على دربه ومشواره نواصل دربه العاطر، نقاوم كل متقطرس ومتكبر ودكتاتور، وبانسحق عميل إيران والمتورد الفاتر، وبانلقى في حشوده ما نرجع منهم زغبور. وبانس حق عميل إيران والمتورد الفاتر، وبانلقى في حشوده ما نرجع منهم زغبور، وضد الحوثي أحفاد الشهيد الطيب الطاهر سلبهم في الميادين الكلاشنكوف والإنفور. علينا العار ما نبقي مع الحوثي ولا صابر، وبانلقيه يرحل من وطننا بالعصا مجبور. علينا العار ما نلقي مع الحوثي ولا صابر، وبانلقيه يرحل من وطننا بالعصا مجبور. وعهد القردعي لابد ما يرحل وهو صاغر، عميل الفرس من أرضي ذليلا منهزم مدحور، وفي ذكر انطلاق الثورة الدستور يا شاطر سنهديكم دواوين الشهيد، سنهديكم دواوين الشهيد الشاعر المشهور، لنقرأ كلنا أشعاره وندرس قافه الزاخر ونبحر في قصايد قردعية في فرح وسرور. فشكرا للمؤلف ذي كتب أنه للكادر ومن وثق وجمع شعر قائدنا البطل مشكور الأستاذة أمل قاسم، أبشكرها من الخاطر وبأشكر علي عزي نعم يستاهل الدكتور. فشكرا للمؤلف ذي جمع أنه للكادر ومن وثق وجمع شعر قائدنا البطل المشكور الأستاذة أمل قاسم، أبشكرها من الخاطر وبأشكر علي عزي نعم يستاهل الدكتور. أنا أحفاد الشهيد القردعي لجهودكم شاكر وممتنين، فلتسلم أياديكم عليكم نور. وباسم الشيخ صادق بثني الترحيب بالحاضر، وكررها على مسمع ومرأة مرحبا الجمهور. وآخر بيت في حرف القصيدة قالها الشاعر، صلاة الله على من جاءنا بالزلزلة والطور. وسلامتكم. صح الله لسانك، وشكرا للشاعر الحر علي أبو هويدة نائب مدير مكتب الثقافة في محافظة ذمار. يتفضل إلى منصة التكريم اللواء الركن محمد الحبيشي مستشار وزير الدفاع، والشيخ أحمد حسين القردعي. يتفضل أيضا إلى المنصة الشيخ العجي أحمد الطالبي. يتفضل أيضا إلى منصة التكريم الدكتور علي سيف الرمال نائب رئيس الجامعة. يتسلم الآن أيضا درع الدكتورة أمل الزمر، يتسلمه الدكتور علي عزي بدلا عنها. شكرا لكم، شكرا لكم أيها الحفل الكريم، وشكرا أيضا للدكتور علي عزي قائد والدكتورة أمل قاسم الزمر على هذه الدراسة. الشيخ الثائر والشهيد الملهم علي ناصر القردعي، دراسة في الأبعاد البطولية من حياته وشعره. وأيضا شكرا لحركة أحفاد القردعي على هذه الحفل أو الحفلة الخطابية الفنية الذي جاء تذكيراً بهذا الثائر البطل. الشيخ ذياب الوهبي عليه الطلوع إلى المنصة، تفضل. وأيضاً الشيخ منصور
عليه الطلوع إلى المنصة الشيخ منصور طريد. إذن حفلنا الكريم كما بدأنا بالنشيد الوطني نختم بالسلام الوطني. أممية ومسيري فوق دربي عربية.